أنه فات وقتا طويلا في الأوامر في الأوامر التمهيدية. نظرا إلى هذا الاتصال والتواصل جمع الخواطر في دستور هذا البلد، المحامي هو الضابط لكافة الإجراءات القانونية، وهو الواعي للجانب الشكلي وللجانب الموضوعي في القانون، وبالتالي هو الضامن الأساسي للحق في الولوج المتبصر. كانت الكاروج في القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وبالتالي فحتى إلى نشوف الترجمة ديالو كاين انتصاب دائما إلى الاتجاه المتعلق بالسرعة في الإجراءات. بالتالي كان هو يسود في القطاع الخاص على أساس أن كانت عند الرهان ديالو أن تقدم خدمات يعني بجودة عالية وبسرعة. غير أن الزبناء ديال القطاع الخاص ماشي هما الزبناء ديال القطاع العام على وجه التحذير العذاب، لأنه المنتوج اللي كيتقدم في القطاع الخاص يتقدم لشخصين ولا يعني شخص فردي أو جماعة، ولكن بالنسبة للعدالة يقدم لأشخاص هما في وضعية خصومة وفي وضعية خصومة. بالتالي هذه المسألة اللي كنا كنتكلموا عليها ديال إرضاء الجميع هي غاية النزوة، لأن عندنا الطرفين في خصومة. إذا رجعنا المدخل اللي تقدم به السيبوني الملك والوقت التقديمي ديالو هذا، كنشوفوا أشنا هما المراجع ديال النجاعة على مستوى المستوى التشريع الوطني، كنوجدوا أنه كاين هناك أول الدستور وما كتخطاش غير البنت داخل أجل معقولة. هذا الشق جانب الأساسي اللي كنحل لي أنا عليه، هو ينبغي مطابقة هذا الإجراء أو القرار للقانون وللشرعية الإجرائية والموضوعية. وراه القانون قال الدستور قال لك تطبيق عادي للقانون. أنا كنقول لك القضائية خصنا، وهذا ترجمات حتى الدواء التنوع ديال المتدخلين كيبين على أن الموضوع لا يتعلق بجهة أو مؤسسة ينفرد له موضوع، ما معنى الإدارة القضائية الناجعة. النقاش والتشاور وتبادل الرأي بخصوص إحداث أهم دعائم الإدارة القضائية حسب المعايير الدولية الوطنية. العلم يلتفت أن المعايير الآن التي وضعت اللجنة الأوروبية لعملية العدالة سيفيش. النجاعة القضائية كما تم الاتفاق عليها من طرف هذه المكونات التي هي أمامكم. يقول المشروع تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطب جلالة الملك بشأن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وتكريس الإحكام الدستور الواردة به بشأن استقلال القضاء وتأسيس السلطة القضائية المستقلة وإعمالا لمختلف القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة والتي تهدف إلى عدالة تكريس شعار القضاء في خدمة المواطن والميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وإيمانا بأن العدالة وخدمة المواطن. البيانات الناقصة أو المفرطة، هذا المقصد جاء رد فعلي على الإحكام بعدم القبول، والأحكام فعلا بعدم القبول أعتقد بأنها ليست مؤشرا على الإطلاق على النجاعة القضائية، بل هي مؤشر على الهضم الزمن القضائي. ولذلك ففي هذا المنحى يجب أن يتجه المشرع وأن تتجه المدن في القتال. أقول أن مهل الدفاع التي يكون الغرض منها استنفاذ تصديق وجوه الدفاع والمقيم عليها وتجهيز القضية تصدر من المحكمة، وكذا اتخاذ الوقت الكافي لدراسة القضية وإعطاء تكليف القانون السليم وإصالة الدروع الجدي والمنتجة والاستدلال بالقوانين واجب التطبيق وتحليلها والاستنباط منها والتمسك بالطلبات الجدية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.